هنبتدي بقى ايه، هنشيل الدجاج. الدجاج استوى معانا اهو، شوفوا دجاج محشي فوزدو واعشاب ايطالي. على طريقه المطاعم هنعمل الدجاج البيستاشيو او الدجاج بالفوزدو على طريقه المطاعم الايطاليه. لو عايزين تعرفوا ايه تابعوا معانا الفيديو. اول حاجه معانا 3 صدور دجاج، غسلينهم كويس بالليمون والميه والملح. اهم حاجه نغسلهم كويس، وهنبتدي بقى ايه نفتحهم من النص كده بالشكل ده، بالشكل ده كده. ادي واحد وادي التاني، بنفتحهم بالشكل ده عشان ايه نحشيهم، نحط الحشوة جوه. هنجهز بقى ايه التابلة بتاعت الدجاج. عندنا معلقة ثوم وشوية زعتر وأي أعشاب عندنا، روزماري، زعتر، ريحان، ريجانو اللي موجود ده، زعتر أو ريجانو، ومع الثوم ونص معلقة فلفل أبيض. الوصفة دي بتاخد فلفل أبيض عشان ده صوص أبيض. وعندنا شوية زيت وربع معلقة مستردة، ربع معلقة خفيفة كده مستردة، والملح بتاعنا نص معلقة ملح، وعصرة ليمون نص ليمونة كده. وهنبتدي بقى نقلبها. طبعا لو في عندكم زعتر فريش، روزماري، ريحان مفروم، اي حاجة، عشان دي ايطالي. هنحط بقى فيها صدور الدجاج في التابلة بالشكل ده من جوه ومن بره. بالشكل ده اتبلت معانا وكده جهزت معانا. هنبتدي بقى نعمل الحشوة، وهوريكم ايه نعمل الحشوة ازاي. الحشوة بتاعت الدجاج البيستاشيو، اول حاجة عندنا جبنة، جبنة فيلادلفيا ديت ايه اهم حاجة في الوصفة. هي ممكن لو ما عندناش الجبنة الفيلادلفيا دي ممكن نعوضها كيري او اي جبنة ايه كريمي عندنا، بس هي الوصفة محتاجة جبنة فيلادلفيا. معانا جبنة فيلادلفيا، بعدها معلقة فوزدو، هو اسمه دجاج بيستاشيو عشان ايه دجاج بالفوزدو. وعندنا معلقة جبنة بارميزان مبشورة، لو ما عندناش جبنة بارميزان ممكن جبنة رومي مبشورة. وعندنا نص معلقة ريجانو، ممكن ريجانو او زعتر، اي حاجة ايه ايطالي، اي اعشاب ايطالي موجودة معانا. وعندنا ايه قطعتين ايه زبدة كده، مكعبين زبدة صغيرين. نقلبها لحد ما كل المكونات تتمزج مع بعضها. وبالشكل ده ايه تكون خلصت معانا حشوة الدجاج البيستاشيو. هنبتدي بقى نحشي الدجاج وهوريكم ايه نحشيها ازاي. عندنا الدجاج بالشكل دوت، هنبتدي نحشيه. هناخد شوية من الحشوة دي ونحطها جوه. بالشكل ده. وعندنا توزبيكس نقفل بيه عشان ايه الحشوة ما تطلعش. اهي بالشكل ده كده. هنبتدي برضو التانية نحشيها، الصدر التاني. بالشكل ده. عندنا التوزبيكس برضو.
ومعانا اخر صدر معانا. هنقفله برضو بالتسبيكس. بالشكل ده. وكده ايه؟ ودي بواقي التابلة بتاعتنا. بالشكل ده ايه؟ يكون خلص معانا. دي حشوة الدجاج البستاشي. هنبتدي بقى نحطها على النار، هنسويها على النار وهوريكم ايه نسويها ازاي. هنبتدي بقى نسوي الدجاج البستاشيو. اول حاجة هنحط نقطة زيت في الطاسة عشان بس ايه ما تلزقش معانا. بعدين عندنا الدجاج بالشكل ده. وهنسويه على الجنبين. وبعد كده هنقلبه على الجنب الثاني. هنشوف الجنب الثاني عمل ولا اهو الشكل ده. ده اللون اللي احنا ايه عايزينه. هنسويه برضو ايه ياخد وش على الجنب الثاني دوت. وايه ونرجع نكمل. وادي الجنب الثاني اهو مر معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى ايه شوية، لازم الحركة دي نعملها، شوية بيون فراخ او شوربة فراخ بالشكل ده عشان نسوي ايه الدجاج فيها. نسيب لحد ما يستوي معانا والجو دوت اللي طالع ناتج الدجاج ده اللي احنا ايه عايزينه عشان نعمل بيه الصوص بتاعنا. وعندنا معلقة زبدة هنحطها عشان تدي تيست معانا للدجاج. وهنقفل لحد ما تستوي معانا ونرجع ايه نكمل. وبكده ايه الدجاج استوى معانا في البيون. طبعا احنا قلنا البيون او الشوربة كوباية عشان الدجاج يستوي. عندنا بقى دوت صوص بشاميل خفيف او صوص الكريم. ده ممكن نحطه على طول كده، بس انا ايه مش هحطه هنا، انا هقدمه على طاجن او سيزلينج، فعشان كده ايه مش هحطه هنا، بس انتوا لو حابين تحطوه عادي. هنبتدي بقى ايه هنشيل الدجاج. الدجاج استوى معانا اهو بالشكل ده. الدجاج استوى، ده الناتج اللي طالع منه. هنحط عليه كوباية صوص بشاميل خفيف بالشكل ده. ونسيبه يقصر ايه شوية على النار مع معلقتين كريمة عشان ايه يدي تيست معانا. هنسيبه يقصر معانا. هنسيبه يقصر معانا شوية لحد ايه ما يتقل معانا. وبعد كده ايه هوريكم نقدم ازاي. كده معانا الصوص جهز معانا، رفعناه من على النار بعد ما سيبناه شوية يقصر، بقى طعمه تحفة خطير. وعندنا ده الدجاج، بس اهم حاجة ما ننساش نشيل التوزبيكس من الدجاج. كده خلاص اشوفه. هنحط الصوص. وشوية البستاشيو. شكله ده. والزبدة تسيح معانا وسنة الزعتر.
وبكده ايه يكون خلص معانا دجاج البيستاشيو، دجاج محشي بيستاشيو او فوزدو على الطريقة الايطالية.